هلا نحن لما بنحكي على العلاج وتغيير نمط الحياة وكذا، نعم ممكن انه الانسان تقل كثير عنده هالنوبات، ويعني ولان هي حقيقة الكولون العصبي يعني بيعكر حياة الانسان. هالالم البطن المتكرر والمتردد وهيك يعني بيعيق حياة الانسان الطبيعية. نعم فيعني نعم، فهلا العلاج بالنسبة إلى يعني أول شغلة هو تغيير نمط حياة الإنسان. فكل إنسان يعني أول رقم واحد، كل إنسان هو طبيب نفسه، لازم يعرف شو أكل اليوم ومبارح، هل الأكلة هاي ضرته، يبتعد عنه. الأمر الثاني هي النوم عدد ساعات كافي. عادة الكولون يعني بينام مع نوم الإنسان، وبالتالي ما بصير عنده ألم وبيرتاح. وجود الألم بالليل أو فيقه هذا بينفينا تماما أنه هاي المرض كولون عصبي، وبالتالي لازم نبحث عن أسباب يعني أخرى. الأمر الثالث شرب الماء بكمية كويسة، هاي بتساعد الكولون يعني إلى دور كبير بهالتخفيف أعراضه. الأمر الثالث قلنا إنقاص السكريات، لأن السكريات هي اللي بتغذي الفلورا المعوية الضارة، فبالتالي كل ما قللنا السكريات أكثر، إذا كان في عندنا أعراض لعدم تحمل اللاكتوز ممكن نوقف يعني الشغلات اللي فيها فركتوز من أسبوعين ل يعني لثلاث أشهر. إذا في عندنا يعني أعراض عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم تحمل الغذائي للشغلات الموجودة في الخبز البلوتين، ممكن نوقفه الخبز، نخففه او نوقفه فتره من 3 شهور، ممكن اكثر ل6 شهور، بحيث الكولون يرجع لطبيعته. في عندنا الصيام المتقطع كثير كثير مفيد وهام، لازم الشخص اللي عنده كولون عصبي يريح الكولون خلال الصيام المتقطع، وخاصه الصيام الاسلامي له دور كبير طبعا بهالامر. هذا الاشخاص اللي بيعانوا من قلق وتوتر نفسي، لازم إزالة القلق التوتر النفسي، يعني هالأمور هاي بالإضافة للمشي له دور كبير، إنقاص الوزن الزائد كمان له دور كبير، يعني هاي الأمور العامة. بالإضافة في عنا العلاج الدوائي، في عنا 4 مجموعات أساسية اللي ممكن الطبيب يوصفها، هي مضادات القلق، مضادات التوتر، ومضادات الإسهال، ومضادات الإمساك حسب نوعية نعم المرض الموجود دكتور، عند المريض.